السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل تقدر تديله برومت يعمل لك صور بعدد كتير جدا من الصور. مثلا هديله تكست اهو وادوس انتر، ويبدأ ان هو يعمل لي، هو هنا بيقول لي بقى اختار الفلتر اللي انت عايزه. مثلا انا عاجبني الديزاين دوت اهوت، واقول له انتر، ونشوف بقى الصورة اللي هتطلع لنا. ممكن من هنا نختار بقى السايز اللي احنا عايزينه بالشكل دوت. نختار مثلا هل احنا تركزنا على الحاجة تطلع بسرعة ولا على الكواليتي. تمام، دي اول صورة. ممكن تقول له اعمل لي صورة تانية وتالتة ورابعة، مفيش اي مشكلة خالص. هنا برايفت، يبقى كده مفيش حد هيشوف الصورة غيرك. لو هي مش متفعلة يبقى كده هتبقى بابليك وتظهر في الصفحة الرئيسية، وناس كتير يقدروا ان هم يشوفوها، واول ما يقفوا عليها يقدروا يشوفوا البرومت بتاعك اللي انت استخدمته عشان تكون الصورة ديت. طيب هنا ممكن نحولها ل 3D موديل، بس هنشوفها هل هيقدر ولا لازم تكون بريميوم. طيب هو عمل لي الصورة بالشكل دوت، تعالى نشوفها في ال 3D. تقدر تشوفها مثلا، تقدر تلف حوالين الشكل اللي انت عملته كده. ممكن تكون مثلا في سيارة، برضه تعملها 3D وتبدأ تشوفها من جميع الاتجاهات. تمام، وهكذا. فمع الوقت ان شاء الله يدينا نتائج افضل باذن الله.